متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد معاكم اسماء اسماعيل من الاسكندريه. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين وعيد حب سعيد على الجميع. يوم جميل النهارده، يوم حب وموده. النهارده متواجدين اعلى كوبري ستانلي زي ما حضراتكم شايفين كده، من عند او من امام سور الاحبه والعشاق زي ما حضراتكم شايفين، وزي ما بنتابع معاكم تفاصيل هنا غير زي ما حضراتكم شايفين. هنا احنا موجودين عند السور اللي متواجد عليه عشرات ومئات الاقفال، اقفال الحبيبه. ايه حكايته وايه تفاصيله؟ ده اللي هقوله لحضراتكم مع اليوم النهارده 14 فبراير الموافق عيد الحب واحتفال البعض بعيد الحب النهارده. خليني اقول لحضراتكم تتجه الانظار في الاسكندريه نحو كوبري ستانلي، احد اهم المعالم السياحيه بالاسكندريه، وهو ليس مزار سياحي فحسب بل تحول الى مزار يرتبط بعيد الحب بعد قيام الاحبه بوضع اقفال حديديه بسور والقاء المفتاح في البحر، علامه على الحب الابدي الذي لا ينتهي وسيظل إلى الأبد كما يتمنى العشاق، ودليل على أن هذا الحب الذي جمع العاشقين لن ينكسر وسيظل موجودا بوجود هذا القفل الحديدي بسور الكوبري. ففي نهاية الكوبري الممتد بمنطقة ستانلي يشهد المرة والزائرين أفال الحب المعلقة بالسور الحديدي يكسوها الصدى نتيجة تواجدها لعدة سنوات، وضعها الأحبة بعد كتابة الأحرف الأولى من اسمهم، أو يقوم البعض برسم شكل قلب أيضا دليل على شدة الحب، كما يقوم البعض الآخر بدهانه بلون مختلف حماية لي من الصدى وتميزه بين عشرات الإقفال المنتشرة بنهاية السور الحديدي. وجاءت تلك الفكرة بكوبري ستانلي الشهير بالأسكندرية على غرار جسر العشاق على نهر السين بفرنسا، وهي الفكرة التي تعبر عن الحب الأبدي الذي لا ينكسر أو ينفك إلى الأبد. وأثارت تلك الظاهرة جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض، فالبعض نظر إليها على أنها تقليد أعمى لعادات أوروبية وغريبة لا تمت للعالم العربي والشرقي بأي صلة. ولكن خليني اقول لحضراتكم، يعني زي ما حضراتكم شايفين الشكل عامل ازاي، السور باكمله سور كامل متواجد هنا في عشرات ومئات الاقفال. وتعود تلك القصه التي بدات في عام 2016 حينما اطلق جوليا وفادي زوجين تزوجا حديثا في ذلك الوقت مبادره وضع الاقفال على كوبري ستانلي على غرار جسر الفنون على نهر السين في فرنسا. ومنذ ذلك الحين أصبح كوبري ستانلي يمكن من أهم الأماكن لاحتفال العشاق بعيد الحب، حيث يشهد كوبري ستانلي تجمعات في أعياد عيد الحب بالإلقاء الورود الحمراء والبالونات الملونة من الشباب في مياه البحر من أعلاه احتفالا بتلك المناسبة. يعني زي ما حضراتكم شايفين، خليني اوري حضراتكم ايه اللي موجود وايه اللي مكتوب هنا على الاقفال زي ما حضراتكم شايفين، ولكن في بعض الكلمات مش واضحه نتيجه ان المكان او الاقفال دي بقالها عدد سنين، يعني بقالها فوق 8 سنين متواجده هنا. يعني خليني اوري حضراتكم الحروف بتاعه الاسامي مكتوبه، وهنا في معانا اس واتش، وفي معانا هنا يمكن زي ما حضراتكم شايفين بردك اسم بسملة، اسامي كتير متواجده هنا على الاقفال اللي موجوده امام حضراتكم من اعلى كوبري ستانلي. بننقلها وبنرصدها لحضراتكم زي ما حضراتكم شايفين كده معانا. هنا في حرف الار، وهنا مكتوب مصطفى بحبك انا ايمان، وده الاقفل ده اتحط غالبا في شهر 8 عام 2023.
زي ما حضرتك شايفين الاقفال، عدد كبير من الاقفال اللي موجوده هنا على كوبري ستانلي بننقلها وبنرصدها لحضراتكم. اقفال الحب والعشاق هنا على كوبري ستانلي متواجده، وطبعا عدد كبير من مفاتيح الاقفال اللي موجوده امام حضراتكم تم القائها في البحر، طبعا دليل ان الحب عمره ما هينكسر ابدا. ويا ترى العشاق دول مازال مكملين مع بعض ولا لا؟ هنا معانا اسراء وسيد. اسراء وسيد ده القفل بتاعهم زي ما حضراتكم شايفين كده، خليني اوريكم برضو بعض الاقفال التانية اللي متواجدة هنا زي ما حضراتكم شايفين. وفي بقى حاجة تانية اغرب خليني اوريها لحضراتكم متواجدة برضو في، يمكن خليني اقول اتنين قابل حاطين قفلين مش قفل واحد. طب ايه بقى القصة وايه التفاصيل؟ في هنا اقفال مربوطة ببعض. طب هل ده دليل على ايه؟ ان هما متجوزين ومعاهم عيال، فده الزوج والزوجة والاطفال ولا ايه؟ مش فاهمين. هنا برضو قفل كبير مع قفل صغير، يعني خليني اقول لحضراتكم برضو التفاصيل هنا برضو ليها قصص. كل قفل هنا ليه قصة كبيرة وليه حكاية تانية خالص احنا مش عارفينها، ولكن القفل بيتكلم عنها زي ما حضراتكم شايفين. طبعا القفل ده شكله جديد، يعني لسه بيلمع ولسه طازة زي ما حضراتكم شايفين الشكل كده، حتى السور صدى من كتر الاقفال اللي عليه. طبعا هنا بيتحط القفل وهنا بيترمي المفتاح في البحر زي ما حضراتكم شايفين. تفاصيل بنرصدها لحضراتكم من خلال ابو كبير ميديا. التفاصيل هنا تفاصيل الاقفال اللي موجوده وقصص كتير جدا، كل قفل بيدل على قصه وعلى قصه حب وقصه عشق اتولدت في عام 2016. متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، بشكركم وكنت معكم اسماء اسماعيل، والى اللقاء.